هنتعلم الآن كوهو بوسيجيري. كان أو شيرو بوسيجيري. الركلة الكاد الخلفية تسمى باللغة الإنجليزية سبين كيك. كي ركلة الكاد الدائرية. طبعا من الركلات الجميلة، ممكن تكون معقدة للمبتدئين، بس أنا أؤمن إنه ما في شيء مستحيل، جاي كل شيء يجي بالتمرين. طريقة الحركة زي ما قلنا نيما ستانس. اوكي، تبدأ توقف على أصابع القدم الأمامية، بعد كده تدور عن طريق رفع القدم والعودة لنفس المكان مرة أخرى. قدم أعلى، رفع، عودة لنفس المكان. مع الأيام وأنت تمارس الحركة هذه، اوكي، حتحس بالارتياح والتوازن في الحركة، فتبدأ ترفع قدمك بالشكل هذا. اوكي، بعدين بالشكل هاي، طرق مبسطة. اوكي، بعد ما تتعلم هذه الحركة، إذا كان الدوران صعب عليك، حاول توقف 45 درجة، جسمك يكون على ظهرك، خصمك يكون بالاتجاه هذا، تبدأ بالشكل هذا. سليمان معي؟ الحين حبدأ أنفذ الحركة هذه مع الزميل لإيجاد الطرق أو فهم ديناميكية الحركة. زي ما قلنا 45 درجة، طالع في الهدف نفس طريقة الأوشيرو جيري السابق، بس هذه المرة في حركة دائرية بالشكل هذا، هذه طرق مبسطة جدا. واحد، اثنين، واحد. هذه طريقتك اللي حتمرن عليها في البيت، اوكي؟ لا تستعجل النتائج. مع الحركة هذه حتحس بارتياح ايضا وموازنة الحركة. تجي تحاول بدل ما تخلي رجلك بالشكل هذا، تخلي رجلك بالشكل هذا. اوكي؟ بالشكل هذا. واضح؟ حتجي تنفذ بالشكل هذا الشكل. تشعر ايضا بارتياحيه مع الايام، مش ضروري انك ترفع قدمك فوق، احيانا تضرب تحت حسب مستواك، مع الايام حتطول لحد ما توصل بمستوى الوجه. مره بطلع فوق حاليا، فكر مستوى الوجه. القدم ايضا 45 درجه بالشكل هذا. اوكي، ركض. الحين حيكون ايضا من كوهو بوسيجيري عن طريق استخدام الكعب. اوكي، الكعب هنفذ شكل امامي، واحد من اليمين. اوكي، لاحظ من هنا واجي ابصر من هنا. ايوه، اوكي، واضح. نجي ناخذ في قوانين نيجما شينو جيتسو لإجادة الحركات هذه. اجلس في البيت، تكي، ارفع رجلك، رجع، واحد، اثنين، حركات دائرة. اوكي، لحد ما تكتسب الخفة والسرعة. اوكي، بالشكل هذا، واضح؟ الجانب هذا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بالشكل. اوكي، هذه طريقة إجادة سبين هوكي. أيضا في التمارين هنا الوضع شبيه بالبوش اب، ارجع القدم الخلفية لحد ما تضرب زي وضعية السيزا. اوكي، لحد وضعية السيزا، اخلي الركبة ملامسة الارض، الساق في الجدل، اضع ذراعي للارض، ارفع قدمي بهذا الشكل وادفع نفسي للخلف. اوكي، بهذا الشكل. مع الايام هتحس انه عندك اطالة، هتدفع لأعلى. اوكي، بهذا الشكل مع القدم الاخرى. الهدف منها انك تتعلم كيف تثبت الحوض او تاخذ الاكشن الحقيقي للحركه هذه، بحيث انك تنطلق لها بشكل سريع وبالشكل الجميل اللي انت تبغاه بعد هذه الحركه. اوكي، بعد التمارين هذه ازود رصيدي للحصول للحركه هذه. اجي استخدم سليمان معي، استخدم سليمان مثلا. اوكي،
استخدم اخويا في البيت او زميلي، اتكي عليه، ابدا ارفع قدمي للجذب سلو، اوكي بالشكل هذا. راح هنا اتحرك زين، هستخدم الباب كانك انت لوحدك بالبيت، هستخدم اوكي الباب عندك في البيت، امسك اي حاجه وابدا اوكي بالشكل هذا، واضح؟ وادفع نفسي خلف لرقيه الباب، حركه بحركه يوم بيوم حتكتسب اطاله مناسبه للحوض. بعد هذه الحركات كلها تيجي تتحرك للدوران عن طريق رفع الركبه للاعلى للاعلى. في البدايه اخذ الركبه من اسفل، الحين اخذ الركبه لاعلى، اوكي؟ لاعلى ناحيتك او ناحيه الكاميرا، واحد اثنين مره اخرى، اوكي بالشكل هذا لحد ما احس نفسي انه انا جاهز لتنفيذ الحركه. اخر خطوتين اللي هي ما قبل النهائيه لجلد الحركه، استخدم هوك كيك، هوك كيك اوكي، خطف عنق الخصم نفس الطريقه اللي استمرتها من شويه، نفس الطريقه بس هذه مره وانا واقف انفذها، اوكي واحد بالشكل هذا اجين واحد، اوكي حاول انك تخطف وجه خصم سليمان، وصلت مع الهدف. فلنفرض انه هذا وجه الخصم، اوكي وجه الخصم، ارجع للخلف ليك ما ستانس، تقدم 45 درجة، جيب رجلي بالشكل هذا، هذه حركة سريعة، اوكي بطيء سريع، من هنا، اوكي؟ بالطريقة، الحين بضرب وجه الخصم حيكون بالشكل هذا، اوكي؟ هذه حركات مبسطة، الحين الحركة الفعلية حقها، خلينا نقول خصمي بدأ في التمحرش أو بدأ في إيذائي، اوكي؟ أنا مرة مشاكل. لاحظ صعب اني ادور من هنا، صعب اني ادور، فلذلك ادف خصمي حركة ايوه اوكي شيل الوجه بدل ما اتحرك، لاحظ خطوة خلفية انا قريب منه، خطوة خلفية بالشكل اوكي. اخر حركة اخذنا الهوك واخذنا الناتر واخذنا الدفع واخذنا التعليق واخذنا كل شيء، حنجي نطبقها بالشكل النهائي. الخطوة الأخيرة كونغ فو، كاراتيه، تايكواندو، ايا كان من يجي الركله هذه، اسمع مني اذا تبغى تتعلم. هدف الركله انك تتحرك، ما هو دوران كامل من البدايه للنهايه، دور واركض، ابدا الركله من هنا وانهيها هنا بمساحه اكتاف الخصر، اوكي؟ ابدا هنا وانتهي هنا، ما له داعي انك تشيل رجلك من هنا بالكامل، لا، هنا وهنا. اوكي حركه قصيره، لاحظ حتحرك هنا هنا الم رجلي على طول، ارجع بعد شوي عشان الخصم مش هذول الاثنين، شوف صريح واحد ايوه اوكي، مع تخيل انه الهدف موجود هنا 1 2 ايوه اوكي. عندك اكثر من حركه، انك تضرب بالكعب او انك تضرب ببطن القدم، أنا تضرب بجانب القدم شيء عادي ليك، الضربة الأقوى بالكعب، الضربة الأخف ببطن القدم، اوكي؟ حرك ببطن القدم على سليمان، ببطن القدم، واحد اثنين سلو سلو ما شاء الله بطيئة جدا عليه، حرك أسرع، لاحظ معي هذه السرعة طبيعية الحركة كعب القاتلة المفضلة لي أنا، واحد أي اوكي ماشي. إذا كان الكعب صعب تحاول تتعلم الشق، اوكي أي اوكي كانك تضرب اثنين 1 2 الكعب تضرب هذا وهذا، راس اثنين برابر، واحد اثنين اوكي أي اوكي Thank you.
اذا قلت طيار.